الرئيس السيسي وغوتيريش يؤكدان أهمية مواصلة تمويل وكالة الأونروا لتتمكن من أداء دورها الإنساني. الرئيس السيسي يجدد إدانة مصر للهجوم الإرهابي على موقع قرب حدود الأردن مع سوريا ويؤكد الدعم الكامل للأردن الشقيق. والأمم المتحدة تعلن انعقاد اجتماع للمانحين الرئيسيين لوكالة الأونروا في نيويورك غدا. التاسعة مساء السابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. مشاهدين أهلا بكم، والبداية مع الزميل لؤي أبضل. لؤي أهلا بك، تفضل. أهلا بك سوزان. أهلا بكم مشاهدينا. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط وخطورة توسع دائرة الصراع الجاري، حيث تم استعراض الجهود المصرية والإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للمحتجزين، بالإضافة إلى إنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بكميات كبيرة وفي أسرع وقت. كما تم تناول الدور المحوري الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في تقديم الدعم والإغاثة لأهالي القطاع، لا سيما من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، والتي تم تأكيد أهمية مواصلة تمويلها لتتمكن من أداء دورها الإنساني. وخلال الاتصال رحب السيد الرئيس بالدور الذي يقوم به السكرتير العام للأمم المتحدة في الدفع نحو التهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية. كما تقدم غوتيريش بالشكر لمصر على دورها الجوهري في العمل على التهدئة وتقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور والعمل المشترك مع الرئيس السيسي في سبيل استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة مصر للهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا، مشيرا إلى دعم مصر الكامل للأردن الشقيق وحرصها على أمنه واستقراره. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، الذي ثمن الموقف المصري في ضوء علاقات الأخوة التاريخية بين الدولتين والشعبين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني تناول الأوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة في قطاع غزة، كما تباحث الزعيمان حول الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع، محذرين من خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية، ومؤكدين أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو الضامن لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بالأوضاع في قطاع غزة. كذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من المستشار الألماني أولاف شولز، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية واتساع دائرة التوترات في المنطقة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين في هذا الإطار. وتناول الاتصال الجهود الرامية لوقف توسع نطاق الصراع الذي تلمس المنطقة بوادره، بما سيكون له من عواقب وخيمة على الشرق الأوسط والسلم والأمن الدوليين، حيث اتفق الجانبان حول أهمية حل الدولتين كأساس لاستعادة السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة. ومن جانبه أشاد المستشار الألماني بدور مصر البناء في المنطقة. تفقد الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات في القوات المسلحة. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة
وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات في القوات المسلحة. واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تفصيلي من اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مدير إدارة المركبات، والذي تناول مشروعات مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات وأوجه التعاون مع الإدارات التخصصية، كما تفقد عددا من خطوط الإنتاج للمراكز التخصصية داخل المجمع. ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة المركبات، مثنيا على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للعاملين بالمجمع وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة. ويعد مجمع الصناعات الهندسية من أهم الصروح التي حرصت القوات المسلحة على دعم قدراتها وإمكاناتها القتالية والفنية، وتعمل من خلاله على مواكبة التطور المستمر في مجال الدعم الفني بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها. استقبل وزير الداخلية محمود توفيق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة له ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 72. استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. في بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن معركة الإسماعيلية الخالدة بما تضمنته من بطولات وعكسته من تلاحم الشعب المصري مع رجال الشرطة تجسد أحد فصول مسيرة النضال التي ستظل على مر العصور شاهدة على الصمود والعطاء من أجل سيادة الوطن ورفعته. تلك المسيرة التي تتواصل في مواجهة مخططات الشر والإرهاب والجريمة بجهود متفانية وتضحيات غالية. من جانبه أكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية أن قواتنا المسلحة الباسلة مهد البطولات كانت وستظل رمزا لكبرياء الوطن وموضع اعتزاز وتقدير جموع المصريين، مشيرا إلى أن رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم المقدس يشاركون أشقاءهم في القوات المسلحة رسالة الدفاع عن الوطن والزود عن أمانه واستقراره، ويعملون كفريق متكامل يجمعه هدف واحد، يقدمون نموذجا يحتذى به في الترابط والالتزام والانضباط، يبذلون أرواحهم ودماءهم فداء لوطنهم والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه. وفي نهاية اللقاء أهدى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد محمود توفيق وزير الداخلية درع القوات المسلحة، كما قدم وزير الداخلية درع هيئة الشرطة للقائد العام للقوات المسلحة وكذا رئيس أركان حرب القوات المسلحة. هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. هو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون.
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي. وشدد العاهل الأردني على أهمية أن تقوم الدول بدعم الأونروا لتمكينها من تقديم المساعدات لأكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة الذين يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية، مجددا التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجريك أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيستضيف اجتماعا لكبار مانحي وكالة الأونروا في نيويورك غدا الثلاثاء. وأقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن غوتيريش التقى برئيس وحدة التحقيقات الداخلية بالمنظمة لضمان إجراء تحقيق في مزاعم إسرائيلية بحق موظفين في الأونروا على نحو سريع وفعال بقدر الإمكان. أعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني عن صدمته أن يتم تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على ادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته الوكالة بإنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف. وأكد لازاريني أن الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة حيث يعتمد عليها أكثر من 2 مليون شخص من أجل البقاء على قيد الحياة، مضيفا أن الكثيرين يشعرون بالجوع في الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق. أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز أن بلاده ستواصل دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وخلال اجتماع للجنة البرلمانية وصف ألباريز الوكالة الأممية بأنها لا غنى عنها، معتبرا أن التمويل يساعد في تخفيف الوضع الإنساني الرهيب في قطاع غزة. أعلنت عدد من الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تعليق تمويل الوكالة، فيما امتنعت دول أخرى عن تعليق التمويل وسارعت الولايات المتحدة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية. تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان. في المقابل تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا. وأعلنت النرويج أنها ستواصل تمويل الوكالة هذا، وقد قررت وكالة الأمم المتحدة فسخ عقود 12 من موظفيها، فيما طلب الاتحاد الأوروبي بتدقيق عاجل في عمل الأونروا. نددت فرنسا بعقد مؤتمر يروج لإقامة مستوطنات إسرائيلية داخل قطاع غزة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس تنتظر من السلطات الإسرائيلية أن تندد بوضوح بهذه الأفعال. كان مسؤول إسرائيلي قد دعا المستوطنين اليهود للعودة إلى غزة في تجمع حاشد، ما أثار تنديدات الفلسطينيين الذين قالوا إن دعوته ترقى إلى الدعوة إلى تهجيرهم قسراً. قالت وزارة الخارجية الألمانية إن خطط إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة غير مقبولة بتاتا. وأضافت الخارجية الألمانية في بيان صحفي أن هذه الخطط ستزيد الأوضاع سوءا وتخالف القانون الدولي. هذا وكان رئيس مجلس المستعمرات في الضفة الغربية قد دعا إلى العودة لقطاع غزة، فيما رفع المشاركون في الاجتماع لافتات تدعو إلى تهجير الفلسطينيين. يواصل سكان قطاع غزة الفرار من عدوان الاحتلال الذي لا يتوقف، حيث اضطرت بعض الأسر للنزوح 3 مرات في ظل أوضاع تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة. المزيد في التقرير التالي. لم يبق في قطاع غزة مكان آمن أو حتى يتوافر به الحد الأدنى من أسباب الحياة الطبيعية، فعدوان الاحتلال المتواصل منذ 7 أكتوبر طال كل شبر في القطاع ليحول البشر إلى أشلاء ويحول البيوت إلى أنقاض. كان نفسي ألعب كرة قدم،
وجيش الاحتلال ما وفر ليش ان نلعب قد طول رجلي الحمد لله انهجد عقد هيك اخذ مني سرقوا مني حلم. حياة أكثر من 2,300,000 مدني تحولت إلى جحيم بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يمنع عنهم أساسيات الحياة من غذاء ودواء وحتى الماء النظيف. يضاف إلى ذلك نزوح آلاف الأسر ولأكثر من مرة هربا من نيران الاحتلال التي لا تستثني مدرسة أو مستشفى. معاناة صعبة جدا، يعني لا ظل في دكاترة في المستشفى ولا ظل في حدا. المصاب ظل مرمي على السرير تبعه لحتى هذه اللحظة لما طلعنا من المستشفى. لا ظل طبيب ولا ظل ممرض ولا ظل شيء. إلا احنا ظلنا في المستشفى. هجمات الاحتلال دمرت مقومات القطاع الصحي تماما في غزة، حتى إن المستشفيات التي لم يدمرها القصف نفدت منها المستلزمات الطبية وتعمل بأقل من قدراتها بعد أن تحولت لملاجئ للنازحين الذين يبحثون عن بعض من الأمان. أول مرة أعيش إشي زي هيك، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا النزوح الثالث، النزوح الثالث لإلنا من غزة خان يونس والآن إلى رفح. شعور صعب جدا صراحة لإلنا، والمكان ضيق، كل مع كل إشي كل إشي صعب. الله يعين هالناس ويعيننا على همومنا. ما كان عندي أحلام كثيرة إني أكون دكتورة أسنان ناجحة وقوية وواثقة من نفسها وما عندها ولا أي شيء يهزها. العدوان الإسرائيلي خلف حتى الآن أكثر من 26,000 شهيد، فضلا عن أضعاف هذا الرقم من مصابين ومفقودين وتشريد مئات الآلاف الذين تكرر نزوح بعضهم مرات ومرات بحثا عن بعض الأمان الذي غاب عن القطاع في ظل عجز النظام الدولي عن ردع الاحتلال وقواته. يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء جلسة تشاورية مغلقة حول التطورات في فلسطين، وستشهد الجلسة كلمة لسجرت كاخ كبير منسقي المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. كما سيعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء جلسة نقاش مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. وسيأتي اجتماع الأربعاء القادم عقب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير الجاري والقاضي بانتهاك إسرائيل لالتزاماتها ببنود المعاهدة الدولية لمكافحة الإبادة العرقية في غزة. قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني الذي ذهب ضحيته مواطنون في قطاع غزة والضفة الغربية يشكل تحديا للقانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على الشعب الفلسطيني. وأضاف بوردينا أن سياسة القتل والإبادة والعقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني جرت المنطقة برمتها لانفجار الذي لا يمكن توقعه، داعيا للإدارة الأمريكية بالعمل الفوري لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26,637 شهيدا و 65,387 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. وأكدت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 215 شهيدا و 300 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. كما أكدت الوزارة أن الاحتلال يرتكب إعدامات ميدانية للمواطنين في خان يونس ويمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الشهداء والجرحى. وطلبت الوزارة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لحماية كافة المستشفيات وخاصة مستشفيات خان يونس، مشيرة إلى أن نحو 2 مليون نازح يتعرضون لمستويات كارثية لا يمكن وصفها مع اشتداد ظروف الشتاء. كما أعلنت الصحة الفلسطينية رصد إصابة نحو 700,000 من النازحين بالأمراض المعدية والجلدية والتهاب الكبد الوبائي نتيجة لاكتظاظ وهشاشة المأوى وعدم توافر الأطعمة والمشروبات المناسبة والرعاية الطبية المطلوبة. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن أطفال قطاع غزة الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد إصابتهم بالأمراض. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن أكثر من 16,000 طفل في قطاع غزة معرضون لفقدان لقاحاتهم الروتينية،
كما حذرت المنظمة من أن هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي وشلل الأطفال. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام ما زالت محاصرة منذ 3 ساعات داخل مركبة في مدينة غزة بعد أن استهدفت دبابات الاحتلال عائلتها. وأضافت الجمعية أن والد الطفلة وأشقاؤها 4 استشهدوا داخل المركبة، فيما لا تزال طواقم الإسعاف تتواصل مع الطفلة في محاولة لتهدئتها، لا سيما أن العائلة قصفت خلال اتصالها بخدمة الإسعاف والطوارئ لطلب المساعدة، مشيرة لصعوبة وصول مركبات الإسعاف إلى مكان الطفلة حيث يعتبرها الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة. أكد الاتحاد الدولي للصحفيين أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين إذا لم يلتزموا بأوامر محكمة العدل الدولية فيما يتعلق باستهداف الصحفيين. وجاء في ذلك برسالة بعثها الاتحاد الدولي للصحفيين إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، حيث أوضحت رسالة أن دستور الاتحاد الدولي للصحفيين ينص على حماية وتعزيز حقوق وحريات الصحفيين واستقلالية الصحافة، محذرة أنه في حال عدم الالتزام وإصدار إجراءات محددة لهذا المطلب فإن الاتحاد سيرفع دعاوى أمام المحاكم الدولية ضد السياسيين والقادة الإسرائيليين. دفعت غريزة البقاء سكان غزة الناجين من غارات الاحتلال العشوائية في مخيم جباليا إلى حفر أمتار تحت الأرض في محاولة يائسة للحصول على القليل من المياه التي يندر تواجدها داخل القطاع جراء الحصار المتواصل لأكثر من 100 يوم. المزيد في هذا التقرير. أكثر من 100 يوم من العزلة عن العالم يعيش سكان قطاع غزة في سجن كبير فرضه الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس كافة أنواع الحرمان والعدوان المخالف للقوانين الدولية والإنسانية ضد الشعب الفلسطيني. في شمال القطاع دفعت غريزة البقاء الناجين من الغارة العشوائية في مخيم جباليا إلى حفر أمتار تحت الأرض في محاولة يائسة للحصول على 4 قطرات من المياه التي قد تبقيهم ربما لساعات إضافية على قيد الحياة. جينا كل 15 يوم المية هنا نستخدمها للحمامات، نستخدمها للطبيخ، للطبيخ نسخنها نغليها على النار، طبعا فيش غاز عندنا وبتجي ضعيفة، مخدرنا وسخة وهي أطفالنا كلهم ملتهبين وحالة على الله، أسنانهم تكف تحت أمك، تحت أمك أسنانهم تكف من المية الوسخة تجي فيها رمل زي ما أنت شايف، نغطس نفخر نفخر عشان نجيب المية. أمراض وأوبئة وجفاف شديد ينتشر بين سكان شمال غزة الذين يتعرضون لعقاب وإبادة جماعية جراء ندرة الماء الصالح للشرب. لنا أمراض ولنا عاهات وداءات منها مش صالحة للشرب بالمرة. إيش بدنا نعمل؟ إحنا مين بقول هيك نشتغل في المية هذه ونشرب منها؟ المية لا تصلح للشرب ولا تصلح للحياة، هذه عدم معدومة وهي العالم كله شايف. ليش بتغضى عنا؟ احنا مش بشر؟ لما بنقتل بس ولا كلب كل العالم بتثور عليه، واحنا بني ادمين بشر بنتقتل بالالاف. بين اطنان من الحطام واكوام كبيره من الركام يقف المئات من سكان غزه يوميا في صفوف لساعات طويله للحصول على قليل من المياه. احنا بناخذ المي البلديه من تحت الرمل بنطولها وبنصفيها، وبعد ما بنصفيها بنركبها على النار لانه طبعا فيش عندنا وقود في غزه، واحنا يعني بصعوبه حتى لما بنلاقي الحرب داخل غزه وبمعاناه شديده، فبنغلي الماء البلديه علشان نسقي منها اطفالنا، لان اغلب الاطفال الان عندنا مرضى في قطاع غزه بسبب المياه الملوثه وبسبب المجاري اللي اليهود طبعا بسبب قصفها للشوارع وللبيوت، طبعا لا في مصارف عندنا ولا في مياه صالحه للشرب. العودة للحياة البدائية في ظل تفاقم الحرمان وضع مأساوي لا يمكن لكلمات أن تعبر عن بشاعته يواجهه سكان غزة المثقلون بالأعباء الجسدية والنفسية بصمود وجلد لا يتحمله بشر. يواصل معبر رفح البري عمله في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين،
حيث يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء داخل قطاع غزة. أعلن مصدر عسكري سوري عن تعرض عدد من النقاط العسكرية جنوب العاصمة دمشق لعدوان إسرائيلي. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر العسكري قوله إن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية. أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس وزراء محمد شياع السوداني أهمية ألا يكون العراق ساحة للصراعات، مشددين على ضرورة العمل لإدامة كل ما يحفظ للعراق سيادته واستقراره وأمنه. وأوضحت الرئاسة العراقية أن الجانبين ناقشا التطورات الجارية في العراق والمنطقة، فضلا عن استعراض الخطط والمشاريع الحكومية للمرحلة المقبلة. قال وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله أبو حبيب إن هناك فرصة تاريخية لهدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية، موضحا أنه أكد في لقاءاته بنيويورك الأسبوع الماضي على أن لبنان لا يريد الحرب ولم يسعى يوما إلى الحرب. جاء ذلك عقب لقاء أبو حبيب مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لبحث نتائج الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك على المستوى الوزاري بشأن الوضع الراهن في الشرق الأوسط. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة في وقت لاحق اليوم حول الأوضاع في الصومال، وبحسب بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي ستكون مذكرة التفاهم المبرمة بين إثيوبيا وما يعرف بأرض الصومال غير المعترف به دوليا في الأول من يناير الجاري محورا لنقاشات الجلسة. وجاء ذلك بعد أن وافقت فرنسا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي على طلب عاجل من الصومال في 23 من يناير الجاري لإدراج هذا الموضوع على قائمة أعمال مجلس الأمن الدولي العاجلة. وذكرت مصادر في المجلس أن الجلسة ستكون تشاورية مغلقة، حيث سيتم عقدها تحت بند السلم والأمن في إفريقيا. نفى تجمع تعاون دول غرب افريقيا ايكواس تلقيه اي اخطارات رسميه من النيجر وبوركينا فاسو ومالي لابلاغ الامانه العامه للتجمع بتخلي البلدان الثلاثه عن عضويتها فيه او انتوائهم الخروج من عضويه التجمع الذي يضم 15 دوله. وشدد بيان ايكواس على اهميه استعاده الديمقراطيه في كل من النيجر وبوركينا فاسو ومالي باسرع ما يمكن. وشدد بيان ايكواس على حرص التجمع على عوده البلدان الثلاثه وانخراطها الفاعل في مسيرة التنمية والتقدم في غرب إفريقيا التي ينشدها تجمع إيكواس. أعلن المجلس الأوروبي تبديد عقوباته على السلطات في موسكو حتى 31 من يوليو من العام الحالي في ضوء تصرفات الاتحاد الروسي المستمرة التي تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا. وفي بيان له ذكر المجلس الأوروبي أن العقوبات الحالية تشمل مجموعة واسعة من التدابير، بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسرعة ذات الاستخدام المزدوج بالصناعة والنقل.
أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثات مع الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ الذي يزور واشنطن للضغط من أجل مواصلة الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا. والتقى ستولتنبرغ وأوستن الذي قاد الجهود من أجل الدعم العسكري الدولي لكييف في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في حضور عدد كبير من ضباط الجيش الأمريكي الجنرال تشارلز براون ومسؤولين آخرين. أجرى وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو محادثات مع نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا في محاولة لتخفيف التوترات بين البلدين. وتأتي هذه المحادثات قبل أيام فقط من اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قمة استثنائية الخميس المقبل لإحراز تقدم في حزمة المساعدات المتوقعة لكييف. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن انخفاض المساعدات الأمريكية المقدمة إلى كييف يبعث رسالة سيئة. ومع احتمال تراجع المساعدات الأمريكية دعا زيلينسكي ألمانيا لاستخدام ثقلها الاقتصادي لحشد الشركاء في الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم مزيد من الدعم لكييف في معركتها ضد روسيا. مع اقتراب إتمام العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا من إتمام عامها الثاني ووسط ما يبدو أنه تآكل للمساعدات الغربية المقدمة لكييف، حذر الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي من أن انخفاض المساعدات الأمريكية المقدمة لكييف يبعث رسالة سيئة. ومع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي قد تضع بايدن مجددا في مواجهة دونالد ترامب، حذر زيلينسكي من أن عودة رئيس الجمهوري السابق إلى البيت الأبيض ستؤدي على الأرجح إلى سياسة مختلفة في شأن الحرب. وفي ظل احتمال تراجع المساعدات الأمريكية، حض زيلينسكي ألمانيا على أن ترمي بثقلها الاقتصادي لحشد الشركاء في الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم مزيد من الدعم لكييف في معركتها ضد روسيا. كان المستشار الألماني أولاف شولتز حث الدول الأوروبية على زيادة الأسلحة المقدمة لأوكرانيا، مثيراً احتمال توقف المساعدات المقدمة من المساهم الأكبر الولايات المتحدة. وفي واشنطن يسعى الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ إلى الدفع قدماً باتجاه إقرار حزمة المساعدات لأوكرانيا، معتبراً أن الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا ينطوي على رسالة ردع للصين، وذلك في مستهل زيارة لواشنطن ترمي لتحفيز الكونغرس على مواصلة مساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا. كانت الولايات المتحدة قدمت مساعدات لأوكرانيا بمليارات الدولارات منذ بدء العمليات العسكرية الروسية قبل نحو عامين، لكن مشرعين جمهوريين يبدون تردداً متزايداً إزاء مواصلة هذا الدعم لكييف، معتبرين أنه يفتقر إلى هدف واضح مع استمرار القتال ضد القوة الروسية. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر قولها إن شركات التصنيع العسكري في الدول الغربية تحتاج على الأقل عامين لزيادة إنتاج الذخيرة إلى أوكرانيا. وقال مسؤول تنفيذي في إحدى تلك الشركات للصحيفة إن الأمر سيستغرق عامين حتى تتمكن شركات صناعة الدفاع الغربية من إنتاج ما يكفي من الذخيرة لضمان تزويد القوات الأوكرانية بالإمدادات بشكل جيد مثل القوات الروسية. وأضافت الصحيفة أن قوات كييف تشتكي من نقص حاد في الذخيرة ما يدفعها إلى التقنين فيها. عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اجتماعا للمجلس الأعلى للدولة الاتحادية. وفي كلمته قال بوتين إن روسيا وبيلاروس تتعاونان بشكل وثيق وتدعمان بعضهما البعض، وشدد على أن نهج البلدين بشان معظم المشاكل متطابق أو متقارب كثيرا. وأكد الرئيس الروسي على أن موسكو ومنسك ستعملان معا لضمان الأمن المشترك بشكل متساو. وقال الرئيس بوتين إن روسيا وبيلاروس تعتزمان بذل كل الجهود اللازمة لتعميق التكامل المتبادل المنفعة والمتساوي.
أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي استقالته قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر المقبل. وكانت وسائل إعلام جورجية قد ذكرت في وقت سابق أن إيراكلي غوباتخيزا رئيس الحزب الحاكم سيحل محل غاريباشفيلي الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2021. نفت الفلبين أن يكون لدى الصين ترتيبات خاصة مؤقتة مع مانيلا للسماح بتسليم إمدادات إلى القوات الفلبينية المتمركزة في منطقة الشعاب المرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الفلبيني إن بلاده لا تحتاج للحصول على إذن من أي شخص، بما في ذلك خفر السواحل الصيني، لنقل الإمدادات إلى قواتها، وصفا ذلك بأنه من نسج الخيال. وكان خفر السواحل الصيني قد أفاد بأنه سمح مؤقتا للفلبين بتوفير الغذاء والماء لجنودها المتمركزين في إحدى السفن قبالة إقليم بالوان لتأكيد مطالبات مانيلا الإقليمية. دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير إلى تشكيل تحالف واسع النطاق لدعم الديمقراطية ومناهدة التطرف. والتقى الرئيس الألماني في برلين ممثلين عن نقابات وروابط اقتصادية ومجالس عمال، حيث قال شتاينماير إنه دائما عندما يصبح الأمر جديا فإن التعاون بين الشركاء الاجتماعيين يساعد في التغلب على الأزمات. وشهدت ألمانيا مظاهرات مناهضة لليمين في كل أنحاء البلاد، وكثيرا ما كان يزيد عدد المشاركين في هذه المظاهرات عن المتوقع. بدأت جرارات المزارعين في فرنسا التحرك نحو العاصمة باريس بعد دعوات العديد من النقابات الزراعية إلى فرض حصار على باريس من خلال إغلاق المحاور الرئيسية المؤدية للعاصمة، وذلك في ظل استمرار غضب المزارعين الفرنسيين الذين اعتبروا الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لصالحهم غير كافية. كانت نقابات المزارعين الفرنسيين أعلنت فرض حصار حول العاصمة الفرنسية اعتبارا من الاثنين إلى أجل غير مسمى. وفي بيان صحفي مشترك أكد الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين ونقابة المزارعين الشباب في فرنسا أنه سيتم حجد المزارعين من 17 مقاطعة مختلفة حول باريس، فيما قامت السلطات الفرنسية بنشر 15,000 فرد من الشرطة والدرك. بدأ مزارعون في بلجيكا موجة احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث أغلقوا طريقا سريعا جنوبي البلاد. وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن مزارعين في البلاد انضموا إلى الحراك الذي أطلقه المزارعون في فرنسا وألمانيا، حيث شارك نحو 100 آلية زراعية في إغلاق الطريق السريع احتجاجا على انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وعلى فرض الضرائب وارتفاع أسعار المحروقات، كما دعوا إلى إصلاح السياسة الزراعية. نفذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية مذكرة تفتيش لاعتقال كارلوس بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو. وقالت الشرطة البرازيلية في بيان إنها أجرت 9 عمليات تفتيش كجزء من تحقيق أوسع في وكالة المخابرات الوطنية والتجسس المزعوم على المعارضين السياسيين في عهد بولسونارو الذي ترك منصبه في نهاية عام 2022. وتظهر بيانات الشرطة ووثائق المحكمة العليا أو تظهر أن الشرطة تحقق في مجموعة جريمة منظمة عملت داخل وكالة المخابرات خلال فترة ولاية بولسونارو، والتي يزعم أنها استخدمت أدوات الوكالة وخدماتها للاستخدام السياسي وتحقيق مكاسب شخصية. تقترب أمريكا من أزمة دستورية تاريخية أكثر مما كانت عليه منذ سنوات، وذلك على خلفية الأحداث في ولاية تكساس الأمريكية. ووصف حاكم ولاية مينسونوتا تايم فالز ورئيس جمعية الحكام الديمقراطيين الأزمة التي أثرها الحكام الجمهوريون بأنها مشينة، مؤكدا أن أمريكا لديها وضعا حدوديا يحتاج إلى إصلاح. واتهم حكام جمهوريون في 25 ولاية أمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم الرغبة في محاربة الهجرة غير الشرعية، كما أعربوا عن تضامنهم مع سلطات تكساس.
أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين الاستعداد لتقديم مزيد من الفرص للمهاجرين للقدوم إلى أوروبا بشكل قانوني. وفي كلمتها خلال القمة الإيطالية الإفريقية قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه كلما كانت إدارتهم أفضل للهجرة القانونية كلما أصبحوا أكثر إقناعا بمنع الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين الذين يتلاعبون بحياة البشر. وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف. ولمعرفة المزيد عن الجلسة العامة للمجلس نتابع التقرير التالي. في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020. كان المعروض علينا النهاردة أن احنا بنحدد أن يكون للصندوق مدير تنفيذي، وحددنا أن في مادة أن يصدر يعني رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس إدارة الصندوق هو اللي بيطلع قرار بتعيين يعني المدير التنفيذي، وحطينا شروط ما يكونش سنه إلى 30 سنة، أدى خدمات عسكرية أو أعفى منها قانونا، وأيضا مدته 3 سنوات. والمادة الثانية تحدثها عن اختصاصات المدير التنفيذي، يسير العمل اليومي، بينفذ يعني توصيات والقرارات التي تصدر عن مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، بيقدم تقرير بصفة ضرورية لمجلس الأمناء أو مجلس الإدارة، بيساعد المجلس في تنفيذ البرامج والأنشطة. النهاردة إن التعديل الهام جدا إن عشان نبدأ بقى نشوف حراك على الأرض ونشوف يعني التداخل مع أهلنا من ذوي الإعاقة ونشوف مدى فعالية القانون علشان نبدأ إن إحنا نقيس عليه أثر تشريعي قادم، يبقى فيه تعديل زي اللي حصل النهاردة بإقرار مدير تنفيذي يكون موجود بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء. النهاردة اقترحت في الجلسة العامة إن الصندوق ده لازم أولا يكون فيه رقابة شديدة على الموارد، المليار جنيه اللي هيدخل الصندوق ده هيتصرف في إيه، وإن لازم يتصرف في المكان الصحيح خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. قلت النهاردة إن إحنا ممكن ناخد جزء من الصندوق ده المليار جنيه إن إحنا نحاول نوفر بيه ونخلق فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، لأن نسبة تفعيل 5% على أرض الواقع غير مفعلة. إن إحنا برضو في جزء منهم ما عندوش تأمين صحي ممكن يكون عايز يتعالج أو يعمل عملية جراحية أو علاج أو فبدل ما يقعد على قائمة الويت للعلاج على نفقة الدولة إن يخصص جزء من هذا الصندوق لعلاج الأخوة ذوي الإعاقة. كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، يهدف إلى إضافة وسام البناء العظيم. كون إنه يتم استحداث أوسمة وأنواط جديدة ده شيء مهم قوي، خصوصا هو مش موجود في مصر بس، ده موجود في عدد كبير من الدول. كمان المصريين محتاجين إنه دايما يكون في حالة من التشجيع المستمر. المشروعات القومية موجودة ومستمرة وبيتعب فيها كتير وبيشتغل فيها كتير من المصريين. إنه يتم تقدير هؤلاء الأشخاص هؤلاء المواطنين ده شيء يقدر طبعا، وعشان كده النهاردة في المجلس كان هناك حالة من التوافق الشديد يمكن بالإجماع على هذا القانون إنه يتم تقدير الجميع، كل من يعمل لابد أن يقدر. كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن البحث عن البترول في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية إلى لجنة مشتركة. كما أحال رئيس المجلس أيضا 17 تقريرا من لجنة الشكاوى والمقترحات إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم من توصيات. افتتح
افتتحت فعاليات مؤتمر نظام التعليم المصري تحت عنوان ستيم الواقع والطموحات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية USAID الدولية. وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدولة المصرية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي تولي اهتماما كبيرا بتنمية الابتكار والنابغين الذي يعد هدفا استراتيجيا وقوميا ومن أهداف التنمية المستدامة والخطة الاستراتيجية. كما أكد أن الدولة خطت خطوات كبيرة لتطوير التعليم والسنوات الأخيرة شهدت التوسع في تقديم نظام تعليم ستيم وتطوير المناهج الدراسية. الدولة المصرية والقيادة السياسية تهتم جدا بمبتكرين والنابغين، فكان حرصا منها التوسع في هذه النوعية من المدارس. عشان كده النهاردة شاركنا عدد من السادة الوزراء، لأن التكامل ما بين الوزارات مهم جدا. وإحنا في الخطة الاستراتيجية بتاعتنا واحد من بناء يعني الاهتمام بالابتكار والمبتكرين والنابغين. وزي ما انت شفت مع التعليم العالي وقعنا البروتوكول التعاون النهارده مع صندوق المبتكرين والنابغين علشان يرعى اولادنا ومشاريعهم وتبقى حاضنات للابتكار. فده الحقيقه واحد من الاجزاء المهمه جدا. احنا القضايا اللي مطروحه للمناقشه والحوار النهارده هو ازاي نتوسع في مدارس ستيم سواء او في تعليم ستيم زي ما بقول. الحاجة الثانية إزاي نستفيد من نموذج ستيم في التعليم العام عادي جدا فيه. This is a major part of the education system. نحن نهتم بشكل عميق وخالص بمستقبل مصر، وهناك فرص كثيرة متاحة لدعم مصر والشعب المصري، وأيضا ندعم هذا العام تين إيجيبت في المعرض الدولي للتكنولوجيا والهندسة في لوس أنجلوس، وهذه فرصة أخرى لدعم مصر ولدعم الشباب والشابات في مصر للحصول على جوائز وإحراز الجوائز قيمتها 9 مليون دولار. طالب في مرحلة ثانوية بيدرس مناهج خاصة بمخرجات تعلم خاصة غير طبعا مناهج التعليم الثانوي العام، بس مش من أجل الدراسة النظري، لا من أجل الدراسة والتطبيق. فبالتالي لما يكون عندك نظام تعليمي من داي وان، الطالب اللي بيتعلمه في المواد بيطبقه على شكل بحث علمي، بيناقش مشكلة من المشكلات دي، من هنا بينبع فايدة مدارس ستيم، إن هو بيبقى تعليم قائم على المشروعات وحلول التحديات العظمى اللي بتقابل البلد. أهمية النظام إن هو بيجمع طبعا من اسمه السم الساينس تكنولوجي انجينيرينج اند ماثماتكس، كل مبادئ العلوم والرياضيات المهمة اللي تأسس طالب واعي وفاهم بالمستقبل، ويكون النموذج باحث صغير يقدر إن هو يشارك ويعرف ويساهم بالعلم بمخترعاته وبأفكاره الجديدة. أول ما دخلت النظام كان بالنسبة لي حاجة جديدة ومختلفة ومخيفة شوية، بس بعد ما الواحد تعود بقى على نظام المدرسة، كان طبعا المدرسة بتساعد جدا على التكيف بطريقة فظيعة، وطبعا كان فيها حاجات جديدة زي الكابستون زي المواد الجديدة، الحاجات دي كلها طبعا اتعودنا معها مع الوقت، وكمان الانجليش اللي اتحسن معانا بالفترة الزمنية، كمان ان احنا بنعمل برزنتيشنز والحاجات دي كلها الطالب هو اللي بيعملها، فبتبقى سيلف ليرنينج قوي. يعني نظام ستيم الصراحة يعني فتح لي عيوني على حاجات كتيرة قوي. في الطالب هو اللي بيشرح، ان الطالب هو اللي بيشرح ده بيساعد ان المعلومة توصل نوعا ماب يعني بلغتنا احنا كشباب، فده بيساعد ان انا اعرف يعني احفظ الحاجة اكتر يعني، وان انا اقدر افهمها برضو اكتر. اكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإليكسو محمد ولد عمر ان مصر لها دور عظيم ومكانة كبيرة داخل المنظمة لما تبذله من جهود في سبيل دعم استراتيجيتها وتحقيق اهدافها للنهوض بالتربية والثقافة والعلوم في العالم العربي. وعلى هامش منتدى الأليكسو للأعمال والشركات في دورته الأولى بالعاصمة التونسية، قال مدير منظمة الأليكسو إن منتدى الأعمال والشراكة يهدف إلى دعم الشراكة والتعاون بين المنظمات الإقليمية والمؤسسات والهيئات بالدول العربية، مما يضمن نقل التجارب الناجحة بينها وبين بعض. يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب استقبال زائريه في دورته 55 بمركز المعارض بالتجمع الخامس، وشهد المعرض إقبالا كبيرا في يومه الخامس للجمهور من مختلف الشرائح العمرية التي حرصت على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض، حيث تحتضن الدورة الحالية للمعرض 1200 دار نشر من 70 دولة. We'll be right back.
أعلنت السلطات الأرجنتينية أن الحريق الذي اندلع في الغابات خرج عن نطاق السيطرة وبات يؤثر في منتزه لوس أليرسس الوطني والمدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2017، وأتت ألسنة اللهب على 600 هكتار بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة في جميع أنحاء منطقة باتاغونيا حيث يقع المنتزه. ووفقا لأحدث المعلومات الرسمية هناك نحو 200 عنصر من مختلف المصالح تحاول إخماد الحريق بجانب رجال إطفاء متطوعين، فضلا عن تخصيص 4 طائرات للتصدي للنيران. غادر ملك بريطانيا تشارلز المستشفى بعد فترة علاج خضع خلالها الملك البالغ من العمر 75 عاما للجراحة في مستشفى لندن كلينيك بوسط العاصمة لندن. أكد البابا فرانسيس أنه يعاني من بعض الأوجاع والآلام لكن الأمور أصبحت أفضل الآن وهو بخير، نافيا التفكير في التنحي عن منصبه. كما أعلن البابا فرانسيس عن زيارات خارجية خلال الفترة المقبلة تشمل بلجيكا وإندونيسيا وتيمور الشرقية. رياضيا، تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا وذلك بفوزه على منتخب موريتانيا بهدف دون رد في منافسة دور 16. وسجل هدف المباراة الوحيدة اللاعب ريان مينديز في الدقيقة 88. وستلعب الرأس الأخضر في ربع النهائي مع الفائز من مباراة السنغال وكوتيفوار التي ستنطلق بعد قليل. يواصل المنتخب المغربي تحضيراته لملاقات نظيره الجنوب إفريقي غدا الثلاثاء في قمة كروية تجمع بين المنتخبين للمرة السادسة في منافسات دور 16 من مسابقة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. والتقى المنتخبان في 9 مباريات من قبل ما بين ودية ورسمية حيث تمكن خلالها المغرب من تحقيق انتصارين، فيما تمكنت جنوب إفريقيا من الفوز في 3 مناسبات بينما حسمت نتيجة التعادل 4 مواجهات. تواجه مالي منتخب بوركينا فاسو غدا الثلاثاء في دور 16 من بطولة أمم إفريقيا 2023 في لقاء متكافئ يغلب عليه الطابع البدني. وحسمت مالي التي تخوض البطولة التاسعة توالي صدارة مجموعتها للنسخة الثالثة على التوالي. وعلى غرار مالي بدأت بوركينا فاسو البطولة بأفضل شكل بالفوز على موريتانيا 1-0 ثم التعادل أمام الجزائر 2-2 لكنها خسرت أمام أنغولا 2-0 بشكل مفاجئ. تأهل المنتخب الأردني إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم آسيا عقب فوزه المثير على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وافتتح الأردن التسجيل قبل نهاية الشوط الأول ثم سجل العراق هدفين في الدقيقتين 68 و76. واحتسب حكم اللقاء 7 دقائق وقتا بدلا من الضائع نجح خلالها المنتخب الأردني في العودة للمباراة وتسجيل هدفين متتاليين ليصعد لمواجهة منتخب طاجيكستان يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية. يواجه أرسنال نظيره نوتنغهام فورست غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي. ويحتل الأرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب البريمير ليج برصيد 43 نقطة، بينما يحتل نوتنغهام فورست المركز العشرين أو المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوكي البحري، كما أعلنت احتمالية سقوط أمطار على القاهرة الكبرى. وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود الثلاثاء طقس بارد نهارا على معظم الأنحاء، فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، وفي الختام دائما تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي وغوتريش يؤكدان أهمية مواصلة تمويل وكالة الأونروا لتتمكن من أداء دورها الإنساني. الرئيس السيسي يجدد إدانة مصر للهجوم الإرهابي على موقع قرب حدود الأردن مع سوريا، ويؤكد الدعم الكامل للأردن الشقيق. الأمم المتحدة تعلن عن انعقاد اجتماع للمانحين الرئيسيين لوكالة الأونروا في نيويورك غدا. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. تقبلوا تحيات الزميلة سوزان شرارة وأنا لؤي أباظة. إلى اللقاء.